مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين مش لحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي، مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعال يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزقوق، قوم من هنا، انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي مش انا، امي ماتت يا خال. ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خالي، ما تركيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتني؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. جاني بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا جدع ما يصحش، قوم تعالى معايا هناك. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت، اهدي، احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي. من صباحية ربنا لحد دلوقتي على كوباية سوني. سوني؟ ايوه بتاعها بيضة كده. هاتيلي جنب الأكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكرة تنسي. أنسى إزاي وأنا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. أديني قاعد أما أشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال، انت فاكر نفسك مين؟ قوم جامد قيمتك، قوم. معلش يا راس العاد، معلش، الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك. نطولوا على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي، ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني 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 ياني ياني اهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله ايه؟ كك حش وسطك يا مرات خالي. اهو ايه؟ مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان. يا ولية يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا، جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح، هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا بغل. هتشد حيلك امال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر ايه يا امال؟ بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا علي، شيل يا علي. هات يا خال. ايوه شيل. هات شيل يا علي. يلا شيل. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. ما
وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري طب دقفت النيتك وانت زي البغل كده تتحس وسطك. بقول لك يا احسن ايه؟ شواخة انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع عايز هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوة ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال. ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت مله على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي بيقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشة تقرف يا اخي. ما تخليش بالك. هو مقلب على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالي. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معاي عشان أنا خايف عليهم. لا جدع سيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالي. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. افتح يا خال. اول حي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. ايه
هشام ام حسن؟ ايوه امال جبت هشام ام حسن. جبته فين؟ جبته اهو اهو هشام ام حسن اهو. مش دي هشام ام حسن؟ الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش هشام ام حسن؟ هو هشام ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم اتخمد؟ انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا اتخمد، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. تطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم هشام وحسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي، اديني خلصت. بس بالك انت تطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله، قولوا لابوها ان كان جعان يتعش، قولوا لابوها ان كان جعان يتعش. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام.